رولينج. اوكي هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هتسألني اسئلة وهجاوب عليها من 1 لـ10. بنام يعني مينيمم 8 ماكسيمم 10. في التصوير كل يوم يعني شوكولاته شغال كله جانك فود اول ذا واي، لكن في البيت لا ما باكلش تقريبا. فيعني اوكي خلينا نحط افريج مره. عشرة عشرين. طلع بقى السكيل لحد خالص. يعني وكافي ايام اعتقد كل الستات هتوافقني بيبقى في حاله انه النهارده هشتري وهصرف فلوسي. وقت مثلا شوتينج ذا فويس الايام اللي بصور فيها زيرو اكيد، لانه انا قاعده في لبنان وهم قاعدين في مصر، لكن الايام اللي انا فيها في مصر بيبقى شغلي اقل بكتير، فبشوفهم كل يوم، بل بالعكس بقضي معاهم طول الوقت عشان اعوض عن الايام اللي انا ببقى مسافره فيها. كتير قوي كتير، مش عارفه بجد بتضايق قوي من الموضوع ده. 8 مثلا اوت اوف 10 حاجه كده، كارثه كده. اه وحش يعني. انا جوزي دايما يقول لي ناردين انت المفروض تغيري تليفونك كل شهر، مش بسبب حاجه، بسبب استعمالك السيء ليه. بالنسبه لي هو التلفزيون، هو الراديو، هو السوشيال ميديا وكل حاجه، فكارثه. تقريبا ولا حاجه يعني، ممكن اقص شويه مثلا، بس مش بغير اللي هي الميجر ترانسفورميشنز او بغير اللوك تماما، ما عملتش كده يعني. ممكن 1 فعلا من 10. حابين تستمتعون باحلى اصوات، احلى اللحظات اللي بنعيشها كمدربين مع بعض ومع المشتركين والمواهب على MBC 1. تابعوا حلقات The Voice كل ليله سبت على MBC 1.